معايا الديمقراطيه اليوم على اثر الفجعه هذا. رساله وفاء للمبادئ والقيم نتاع شكري بالعيد ووحده ضد الارهاب وضد العنف. كم رفايه بالكليموجين في وجهي هنا بالضبط. وقت ايه ذا؟ ذا نهار 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 كلمات الشهيد العاصمه نتضامنوا معاهم ولاد جبال الجود مدارس المية مدارس المية مدارس المية معناها بدو يضربوا فينا بالكلمة. التونسي يا شباب شعب التونسي شعب التونسي لا يهاب بلوطة تتزعزع بلوطة تتزعزع قلبي مغار غير عن غنوشي قلبي مغار غير عن غنوشي وديتو شكري بالعيد وديتو شكري بالعيد وهي الثورة من جديد 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 عاشت شعب تونس شعب عظيم اليوم بهالأعداد مئات الآلاف اللي قاعدة تودع وشكري بالعيد إلى مثواها الأخير تأكد للقتلة ومساندي القتلة وكل من يقف مع العنف أن الشعب التونسي لن يرهب لن يخاف لن يرضخ أن الاستبداد لن يعود وأن تونس اليوم ظهر اللي فيها شعب مستعد باش يدافع على مكاسبه مستعد باش يدافع على ثورته في إطار الهدوء وفي إطار السلم وسيقضي على كل أشكال الاستبداد. Thank you.
هذه وانجاز هم كنا جبالة تضرب فينا نحن. هذا دليل على الاشتقاق الموجود في أجهزة الأمن في الداخلية. هذه الفرقة التابعة للغنوجي، هذه هي الفرقة الإرهابية نتاعهم. تقمع يوم الجنازة نتاع الشهيد شكري بن عيد. نشكروها ونقولوا لها سقط النظام في جانفي وسقط النظام نهائيا في فيفري، ونشكروها على الهدية اللي أعطتها لنا اختيار الشهيد الرفيق الكبير شكري بن عيد. رسالة لتوصل الشعب التونسي انه اليوم الناس اللي في الحكم ترويك الحاكمة لا تمن لا بالديمقراطية ولا بحرية التعبير ولا بالنظام الديمقراطي. اليوم معناتها دخلوا بالبلاد في حيط. اليوم الحاجة الجديدة انه هم يحكيوا باسم الشرعية وباسم الاغلبية. الشرعية اليوم في الشارع والاغلبية انا اشوف فيها كانوا ينعكوا فينا بسر فاصل. اليوم يقولوا له ما احنا واحد واحد بوحدتنا مع شكري بالعيد، ولكن فما برشا اصفار على يمين الواحد. وبحول الله المسيرة هذه لن تتوقف إلا انتصارا للمبادئ اللي دفع عليها شكري بالعيد، اللي هي الحرية، اللي هي الكرامة، اللي هي الديمقراطية، اللي هي العدالة الاجتماعية. إيد اليوم جنازة وطنية وفما عديد الوجوه السياسية حاضرة سواء من المعارضة، فما عديد من الوجوه الوطنية اللي حضرت الجنازة هذه. شنو هو ردة فعلكم ولا شنو هو تعليقكم على الغاز اللي قاعدين نشوفوا فيه في وسط الجامعة وعلى اللي نشوفوا في مواطنين داخلين؟ معناتها شنو تعليقكم؟ هذا أول حاجة إنه الغاز هذايا اللي اليوم تم استعماله في المقبرة تم استعماله ضد الناس اللي جات تشيع في شهادة في جنازة شهيد، هو يثبت اللي هذوما الناس اللي يدعيوا اليوم يخافوا ربي ما يقدروا حد شيء، ما يقدروش الأحياء وما يقدروش الموتى، ولكن أيضا يثبت اللي هما يخافوا من الأحياء ولكن أيضا يخافوا من الموتى. Yeah.
النصارى ولا قبل الاغاني ولا قبل المراجع على النخل عالي ولا يتراجع. لم يا رفيقي، لم يا صديقي، لم يا عزيزي وحبيبي، لم في هذا اليوم يوم الشهداء شهداء سقيف سيدي يوسف، لم فلا نامت أعين الجبناء، لم فلا نامت أعين الجبناء والتعازي والتعازي والتعازي. يا شكري أيضا لطفي الزار عون الأمن الذي مات وهو يحمي ممتلك الممتلكات من النهب والسرقة. وداعا يا شكري، وداعا يا شكري، أنت لن تمت وأنت لن تمت، ستظل حيا في قلوبنا وفي عقولنا، ستبقى حيا ولن تمت، ستبقى حيا في ضمير كل أحرار وحرائر العالم. نحن فداك يا شكري، نحن لن نخون ولن نتراجع ولن نتخاذل، وما أخذنا عهدا وما أخذ عهدا أن كنا أوفياء له. يا شكري أوفياء لشكري بالعيد ولذكاته. اليوم بعد ما ورينا جثمان شهيد شكري بالعيد وراء التراب، شنو هي الرسالة اللي تنجم توصل للشعب التونسي؟ اللي حد شيء ما يغلى على تونس، أرواحنا كلها في ديال تونس. نحن قدمنا أعز ما عندنا، قدمنا سيد الشهداء، سيد شهداء تونس وشهيد الثورة والمرحلة الثانية من الثورة. حب نطمن التوانسة اللي تونس فيها نساء وفيها رجال مستعدين للتضحية ومستعدين باش يعطيوا أعز ما عندهم. واليوم دفننا شكري باش نبنيه وباش نبنيه مستقبل آخر تونس وليد تونس وشعب تونس. اليوم دفننا شكري صحيح، أما راهو باش نحلوا مستقبل آخر، باش نطلوا على الفجر، باش نطلوا على النور، باش نخرجوا من عصر متاع الظلمات متاع حكومة الظلام اللي تحكم في تونس، العصابة هذه اللي تحكم في تونس. ونحب نوجه لها رسالة، انتهى، يلزمهم يعرفوا اللي وفاء انتهى، راهو كائنا ما كان الثمن، راهو فاء الوقت انتهى، راهو صفرت نهاية. أطلقتوا على أرواحكم رصاصة الرحمة، أطلقتوا على شكري رصاصة الاستشهاد، وشكري أكبر منكم الكل بتاريخكم بشيوخكم بجيزكم ببترولكم برياليتكم، أكبر منكم اللي ما عندكمش حتى انتماء لتونس. أما راهو بمقتل شكري وباغتيال شكري راهو انتهى وفاء علينا. يا معركة اليوم بينكم وبين الشعب وبيننا وبينكم معركة وجود، ما عادش حتى شيء، ما ثم حتى قاسم مشترك بينه وبين الناس هذوما. نحن تونس مش نبنوها بدم شكري، اما مش نبنوها تونس. مش نبنوها على انقاض الظلام، على انقاض المجرمين. مال التصوير يا مدير، احترام شوي، الراجل ميت وتم الصباح جيب لجنه التنظيم، الكل لجنه التنظيم جيبهم شي عشر قبل